هذه الحملات تكون أساسا على مستوى المساجد، على كل مساجد الوطن، وهذا اللي في الليل في صلاة مع صلاة العشاء وصلاة التراويح، وين يكون عدد كبير من المصلين. أزيد من 40 شاحنة تبرع بالدم راح مجندة في هذه العملية رمضان، وكذلك زيادة على هذا في بعض الحالات راح يكون تهيئة أماكن داخل المسجد مخصصة لعملية التبرع بالدم. كاين البرنامج راهو مسطر في الموقع الالكتروني للوكاله www.ins.dz، وان كل ولايه راهيك بعثت البرنامج تاعها وراهو مسطر في الموقع الالكتروني باش يقدر اللي راغب يقوم بعمليه التبرع بالدم يطلع على البرنامج ويشوف وين تكون اللي يكون المسجد قرب الحي تاعو يقدر يتوجه له ويبرمج نفسه على عمليه التبرع بالدم. ان شاء الله هذه السنه الكل يعني نتفائلوا انه يكون العدد يعاود يولي الى او يقترب من المعدل اللي يولفونا به يعني المتبرعين في هذا الشهر للتضامن. خلال يعني الاسبوع الاول لاحظنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك استجابه كبيره من طرف المصلين اللي هم متبرعين. نوجه النداء كذلك للأشخاص اللي تراوحوا أعمارهم ما بين 18 و65 سنة ويتميزوا بصحة جيدة أنهم يقدروا يقوموا بعملية التبرع بالدم. أدنى شروط تكفي للتوجه إلى الشاحنة أو المركز، وهناك في المركز أو في الشاحنة حيكون طاقم طبي، يكون طبيب راح يقوم بمحادثة باش يضمن سلامة المتبرع أولا قبل ما يكون هناك الجمع كيس الدم.